بالله. أخي معتصم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هناك حديث أن يعني درعا لا زالت تدفع ثمن زيارة أحمد الجربة لها. نعم أستاذ، القصف يستمر على قرى وبلدات محافظة درعا، والمعارك على أشدها، حدة المعارك عنيفة في الغاية. سأبدأ بمعركة درعا المحطة. هذه معركة تحرير أكبر معاقل الشبيحة والنظام داخل درعا المحطة. الفرقة الخامسة، اللواء 132 بكتابه المدفعية والدبابات والمشاة داخل درعا المحطة، بالإضافة للأفرع الأمنية. الجيش الحر اليوم الثاني على التوالي يسطر أروع أنواع البطولات، حيث يشن هجوما كاسحا على الأمن الجوي والأبنية التي يتدشن بداخلها قوات النظام المحيطة بالأمن الجوي وفرع أمن الدولة القريب منه. أيضا يتم دك هذه المواقع بقذائف الهاون ومضادات المعتصم بالله. طيب، قطع الاتصال. إن شاء الله زملائي في نشرات قادمة سيكونون معك أخي المعتصم بالله من شبكة شام، وأنت ضيفي من درعا.